حبيبي. طيب على العموم، على العموم قلت لكم النتائج بتاعت النهارده في اولى مباريات الدوري المصري 2018 2019، وقلت لكم كمان مباراه بكره هتبقى ايه. هطلع معاكم بكره ان شاء الله، بكره ان شاء الرحمن الساعه 11 باذن الله، من 11 لواحده. لكن احنا كمان في النادي الاهلي عمرنا ما ننسى ابنائنا ولا اخواتنا والناس تحديدا اللي عملت حاجه كبيره جدا جدا في الكره المصريه، مش في الاهلي بس، كان له بصمه كبيره جدا مع الكره المصريه، كان له تاثير شديد جدا 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 على فتره زمنيه مهمه في تاريخ الكره المصريه والمنظومه المصريه. واحد من الناس اللي انا بعتز بيهم جدا ان انا لعبت معاهم او هو لعب معايا في فتره من الفترات، وبعتز اكتر ان هو كان واحد من العناصر المؤثره قوي في الملعب وانا مسؤول مع الفريق، هو طبعا عماد متعب. قبل ما اخد حاجه خاصه بعماد متعب، كلمه لعماد متعب كابتن حلمي. طبعا بصمه كبيره جدا في الكره المصريه كمهاجم فذ، مهاجم ليه بصمته سواء على منتخب مصر او في النادي الاهلي. كون انه خد قرار اعتزال فهو ده قراره، محدش يقدر يقول له ارجع فيه او خده، هو صاحب القرار، وطالما انه هو اخده يبقى هو مقتنع تماما باللي عمله. بتمنى له التوفيق باذن الله في حياته المستقبليه باذن الله. كابتن حماد بقول له بالتوفيق في اللي جاي طبعا، وقرار يمكن انا شايفه قرار مظبوط اللي خده، اللي هو قرار الاعتزال في التوقيت ده بالذات. كان يعني قرار جه في ميعاده، اللي هو يعتزل دلوقتي، يعتزل في النادي الاهلي. في ناس يعني في الاحتراف ممكن تلعب في اي حته، يعني ما جاتش هنا، لا هو لا ده من الناس اللي هي لا ده النادي الاهلي ما يقدرش يلعب في حته تاني. فهو خد القرار في الوقت المناسب، اللي هو مش حاسس ان خلاص بقاله فتره ملوش دور، فالقرار جه مظبوط، وبنديها له بالتوفيق في الفتره الجايه في مشواره، في مشواره بقى الاعلامي اللي هيشتغل ان شاء الله. كابتن اسامه. عماد طبعا يعني عشره عمره، ومن اللاعبين اللي لهم تاريخ كبير جدا في الكره المصريه، وياما اسعد جمهور النادي الاهلي واسعد جماهير الكره المصريه مع منتخب مصر. نتمنى له ان شاء الله التوفيق الفتره الجايه في الاعلام ان شاء الله. كلمتي الاخيره، سهل جدا تكون لعيب كوره، لكن صعب جدا جدا تكون نجم.